أسأل الله أن يعطيك الصحة والعافية ويرحم والديك سيدنا. بارك الله بكم، حياكم الله. سيدنا أنا كل البرامج اللي يطلع بهن أنا أتابعهن، وخصوصا المقدمات. بلي. أنا عندي مقدمة قبل ما أتكلم في موضوعي، يعني أقسم أقسم والله وبالله وتالله، يعني كنت شاب ما يعني أصلي بس مو التزام عقائدي. جيت فترة قمت أصلي عقائدي، أصلي صلاة الليل وأبكي على الحسين 40 ليلة، لحد ما يوم من الأيام أنام على وضوء، يوم من الأيام طلعت امرأة بوشاع أسود أقسم لك بالله، وجه نور، قالت لي لا تبكي علي وإنما أبكي على ابني المذبوح. هذه الحادثة الأولى اللي زادت عقيدتي مذهبي. الحادثة الثانية اللي صارت يعني في أستشهد المواقف، صار عندي طفل اسمه جواد، إكرام الإمام الرضا، سميته جرت الإمام الرضا سميته جواد. هذه بالليل قالوا لي يابا هذا بارئ شارب مي راسه وحاسه جدا خطرة. فتحت شباك المستشفى صحت، يا علي ابن موسى الرضا يا محمد الجواد، أنا خاطبكم سميت اسمي جواد وريد منكم. ما أكاد إلا نمت، يعني هو نوم وصحوة. شفت اثنين أطباء، اثنين دخلوا على الغرفة، رجل كبير ورجل شاب. قلت لهم يا ابا شنو النسوان نايمة؟ قالوا لا بقي النسوان نايمة، بقيهم احنا جايين نستدعيتنا على مود ابنك. والله سيدنا اجى الدكتور الكبير فتح حلق الطفل وحط صبعه في حلقه، قال ان شاء الله اطلع الصبح. طلعوا الدكاترة صحيت من نومي. قلت للاهل يا ابا شنو هذا الدكتورين طبوا منه؟ قال لا نايمين احنا ماكو دكتورين. ورساها اجى الدكتور قالوا يا ابا الطفل الصبح طلع. هذا الحمد لله صار زين. الحادثة الثالثة والله وبالله على وضوء أنام جاني والدي بالحلم، فخفت أنا أعرف إن كأنه ما حلم رؤية، خفت رجعت قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قال يا ابني أوقف، عقيدتك زينة بس الله ما كاتب لك باكر تموت، أنت بعد لك. وثاني يوم انضربت طلقة كالتالي بالقلب، يعني الله لو ما ستر جدي بيدي كان بالقلب كتلتني مكاني. احنا هاي الدلائل مع الاسف احنا مجتمعنا ناس ما تثق بها، من تحكي يقول لك خرافات. عقيدتنا تترسخ يمن نلتزم بديننا، يمن نلتزم باهل البيت. ابو جواد الله يحفظه، متابعته جيده ومداخلته جيده، وانا اشكره. خلي الناس تفتهم انه الارتباط باهل البيت وارتباط بالغيب، ارتباط بالله سبحانه وتعالى، الله يعلم أنه قضية شنو شقولا، صدقوني أنها قضية حقيقية، أن الكرامات موجودة، أن المعاجز موجودة، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء عندما يجد أنه هناك مصلحة. وأنا سمعت شخصيا، أنتم سمعتوا الشيخ الوائلي الله يرحمه لما بنته دخلت في عينها شنو قطعة زجاجة ودوها على أساس أن عينها تلفت، شلون توسل بالإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم، كتب شعر إلى الإمام الكاظم وهو يخاطبه من مدينة الطب في بغداد، هو بلسانه أنا سامعها الله يرحمه برحمة الواسعة، وشلون رب العالمين أنجاها ونجحت العملية وعينها رجعت أحسن ما كان. هذه قضايا إخواني لابد أن نؤمن بها.